السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم مساء الخير يا مصر، ومساء الخير يا بلدنا، مساء الخير يا ولادنا، مساء الخير على ناسنا الطيبين. موضوع حلقتنا النهاردة موضوع مهم جدا، وقضية كلنا لازم نهتم بيها وكلنا لازم نقف معاها ونساندها. موضوع حلقتنا النهاردة عن اليتيم ودور الأيتام في مصر. اليتيم كرمه الله سبحانه وتعالى، فورد في القرآن الكريم 23 أو 24 مرة على تقريبا ورود اليتيم في القرآن الكريم بهذا الشكل، معناه إن احنا إن هذا الإنسان وهذا الضعيف الذي فقد والده أو فقد عائله إنه في حاجة إلى من يسانده ويساعده. ولكن بنلاقي إننا قدام مشكلة كبيرة، أعداد كبيرة من الأيتام، عددها يصل ممكن يوصل من 2 لحوالي 5 مليون تقريبا يتيم في مصر، وهؤلاء الأيتام يحتاجون لدور رعاية. دور الرعاية هدفها الأول هو الحفاظ على أمان وأمن هذا اليتيم، ده المفروض. وعلى فكرة وفي دور أيتام كتيرة محترمة جدا وبتقوم بالدور اللي عليها، لكن على الجانب الآخر في دور أيتام ما بتقومش بالدور اللي عليها، أو على الأقل بتترك هؤلاء الأطفال، أو قد تتكسب منهم، أو قد تنتهك حرمتهم، أو قد تنتهك إنسانيتهم وتتركهم أيضا في العراء. شكاوي كتيرة جدا قابلتها من هذا وفي هذا الجانب، محتاجين النهاردة أن احنا نسلط الضوء على الأيتام. الموضوع ما هواش جديد، ولا الموضوع يعني تم تناوله في أكتر من لقاءات وتم الكلام عنه ولكن ما زلنا أمام هذه المشكلة. سيادة الرئيس في 2015 قامت القيادة السياسية واهتمام بأطفال الشوارع، وحتى تم تعديل الدستور لهذا الجانب حتى يدخل كل من الأطفال الموجودين في الشوارع يدخلوا ضمن فكرة الأيتام، وبالتالي بيكون لهم الحق في التواجد في دور الرعاية. كل الكلام ده هنتكلم عنه النهاردة باستفاضة وبحديث بأحاديث مع اتصالات، هنتكلم ونعرف ايه موضوع دور الايتام. عايزه نجهز فيديو، في فيديو مهم جدا، فيديو مهم جدا. الفيديو ده على فكره يعني عايزاكم تلاحظوا كل كلمه بتتقال في الفيديو، وعايزاكم تلاحظوا الولد اللي بيتكلم وهو بيبين العمليه اللي في جسمه. يا ريت يكون الفيديو جاهز معانا. شفنا الفيديو وشفنا الولد الشاب اللي بيتكلم عن مأساة ان ممكن حد يمرض فيهم ومحدش يدور عليه. طبعا هذا الفيديو على عهدة ما المتكلم، وفي نفس الوقت شفنا الجراحة اللي بادية من اول بطنه لحد اخرها، شكل غريب جدا. ثم بنقول ان هؤلاء الأيتام حتى سن معين بيكونوا في الدور، وبعد كده إيه اللي بيحصل؟ محتاجين طبعا نستفسر عن كل هذه الأشياء، لكن دلوقتي معايا دكتور جمال فرويز أستاذ الطب النفسي. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. ألو ألو ألو، اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور جمال. اهلا اهلا ربنا بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. حضرتك في حوارنا عن دور الايتام في مصر، الهدف الاساسي لدور الايتام في مصر هل ادى الدور المنوط به، ام ان ما زال هناك نقص وما زال هناك سلبيات، وايه اسباب هذه السلبيات بترجع لايه؟ بص يا فندم، دور الايتام محتاجة لفترة طويلة عاطفة، هذه العاطفة لا تصلح أن تأتي من موظف. اللي رايح يشتغل في دور أيتام لمجرد أن أنا موظف رايح فترة معينة، هقعد يومين، هقعد ثلاثة، هقعد أسبوعين، أخذ راتب وأمشي مجرد الإشراف على هذا المكان، هنا بيطلع نتيجة سيئة للأسف الشديد. إن في بنشوف في تجاوزات عديدة جدا للأسف بنسمع عنها وبنشوفها، ولكن هي محتاجه ناس فولنتيرز متطوعين عندهم من الطاقه العاطفيه اللي يعوضوا لهؤلاء الشباب او الاطفال المحرومين من هذه العاطفه، ونقدر نساعدهم ازاي يدخلوا في معترك الحياه ويشيلوا في حياتهم. وده للاسف غير متوفر في اغلب الدور الحكوميه، مش هقول لك كلهم،
في بعض الدور من القطاع الخاص لا طيبه جدا وفيها الرعايه عاليه جدا وبنشوف نتائج اكثر من رائعه من عندهم. نفس الشيء بالنسبه للقطاع الحكومي بس اقل من القطاع الخاص للاسف. دكتور جمال، فيما يخص بالتركيبة النفسية للطفل الذي يتعرض لمثل هذه الضغوط، وقد نجد مثلا يعني خلال بحثي في ملف دور رعاية الأيتام يعني كان هناك صاعقة لأشياء كثيرة من اغتصابات، ومن ممكن يكون في انحراف سلوكي بيكون من المشرف أو الأمهات البديلة، كل هذه الأشياء كيف يتم تضميدها نفسيا مع هذه الفئه من الاطفال؟ هنا يبقى زي ما قلت لحضرتك احنا محتاجين الاخصائي النفسي والاخصائي الاجتماعي على قدر عالي جدا، او الام البديله على قدر عالي جدا من العاطفه اللي يقدر يطلع عاطفه. ده مش كل انسان شرط ان هو عنده قدرات علميه يكون عنده قدرات عاطفيه. ولكن في ناس ربنا سبحانه وتعالى اعطيها قدر عاطفي عالي جدا، او محرومه من الامومه، محرومه من شيء ما، فهي بتعمل عمليه تعويض مع اولياء الاطفال هينجحوا جدا وهيقدروا يساعدوهم بصوره عاليه جدا. ان احنا لازم الناس دي، احنا لما اتكلمنا عن عيد التيم وان الجمعه الاول من كل شهر ابريل في السنه، ما ينفعش على الاقل مره كل شهر اسبوع يوم جمعه كل شهر، ولازم كل دور تعمل ابلاغ للمنطقه اللي هي موجوده فيها الناس، تعدي عليهم جمعه سبت حد وتعالوا بص على الاولاد، تعالوا ساعدوا الاولاد، تعالوا تولوا او سبونسر لاطفال معينه. ده بالتبليغ والاعلام، دور الوعي، نزود الوعي باستمرار، مش هنلقى المشاكل اللي احنا شفناها او هنشوفها في هذه الدور. فعلا يا دكتور احنا محتاجين لهذا او لهذه الحاله من الحب العام. يعني كان ليا اقتراح ان كل، فعلا زي ما حضرتك انت بتقول، ان كل حي او كل منطقه يبتدي يشوف مين الاطفال اللي بيعانوا مثل هذه الظروف، ويبقى كل بيت يتم برنامج على الاقل من كل بيت متطوعين. ولكن يبقى سؤال ممكن اي حد يقوله لنا دلوقتي، يقول لنا اذا كان المتطوع بيملك العاطفه لكنه هل يملك القدره العلميه او التخصص العلمي اللي بيساعد في تعديل سلوك مثلا، او في معالجه مشاكل نفسيه نتيجه الظروف اللي بيمر بيها الولد في هذه السن او البنت؟ عظيم يا فندم. انا كمتخصص انا بحط برنامج ممكن يعمله اي انسان اخر، مش شرط يكون متخصص. البرنامج ازاي اسلوب حياه هنتعايش مع الطفل اليتيم، ازاي هنخرجه، ازاي هنقدر نمسح الدمعه اللي في عينيه، ازاي نقدر نساعده ان ينام كويس، ياكل كويس، ازاي يتقبل الحياه بصوره ايجابيه، وازاي نعوضه عن الايام اللي ما كانتش كويسه، ونبدا ازاي ننسيه تلك الايام. دي الامور سهله، ان هي امور حياتيه اي حد يقدر عليها. انا دوري كطبيب نفسي ان انا بحط له بس البلان العام بشكل عام، لكن ممكن ست بسيطه تعمله، راجل بسيط يعمله، ما فيهاش اي شيء من الصعوبه طالما عنده القدره العاطفيه على اختراق قلب الطفل ده ومساعدته. اشكر حضرتك جدا دكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي. كل الشكر لحضرتك يا دكتور. وفعلا احنا محتاجين لجانبين، جانب الخاص بجانب العاطفه، جانب المتطوعين، لكن بيبقى او بتبقى المشكله قائمه الان، المشكله وهي اننا امام اطفال فعلا في دور ايتام، وبنشوف كل يوم حادثه. يعني لو نزلنا على الشاشه دلوقتي مجموعه حوادث من 2013 لحد من شهر فات، هذه الحوادث يعني مثلا يتمنى تنزل الحوادث ديت، طفله بتنتهك من الطباخ الموجود، ده كانت من شهر الموجود في الدار، واغتصاب لطفل 11 سنه. الطفله دي تعرضت لعمليه اغتصاب، والكلام دوت كان خلال هذا العام. المشكله في ان ازاي بنصل لهذه الدرجه من فقدان الانسانيه في التعامل مع هؤلاء الايتام، هؤلاء الايتام الذين يهتز لهم عرش الرحمن سبحانه وتعالى، والذي اوصى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنلاقي حوادث ثانيه برضو كتيره جدا، المشرفه اللي بتكون او
في الدار وبتبتدي تضرب البنات بعصايه خشبيه، وطبعا تم التحقيق فيها وتم التحرك فيها. ازاي بهذه القسوه وهي امراه وامه وتحمل مشاعر الامومه، وتم طبعا التحقيق في هذه القضيه، لكنها كانت في اللحظه دي كانت زلزلت الراي العام. حوادث اكثر مثلا دور احدى دور الايتام الذي واطفال في سن 3 4 5 سنين ورجل المشرف عليهم بيقوم بتعذيبهم وضربهم بشكل وحشي. كل هذه الامور كفيله انها تخرج للمجتمع يعني جيل قنابل بتتحرك. الخوف اللي بيحصل عند الطفل في هذه السن بيحوله في لحظة ما من لحظة الخوف إلى لحظة التبلد، حتى إنه بيوصل لسلوك عدواني يريد الانتقام مما حدث له في صغره. كلنا محتاجين إننا نقف مع هؤلاء الأطفال وفي هذه السن. مشاكل كتيرة جدا للأيتام، لكن الكارثي إن إحنا يعني عايز أقول مثلا 2015 وزارة التضامن قفلت حوالي 40 دار. 40 دار قفلتها لأسباب كتيرة بقى، أسباب إدارية ومالية وأسباب انتهاكات للأطفال. إذا لو جينا حسبنا لقينا عندنا كام دار في مصر؟ حوالي 472 دار تقريبا. لو قلنا مثلا إن هتخرج قافلة مثلا من وزارة كل يوم، يعني قدامهم حوالي 4 شهور تقريبا أو 3 شهور ونص على بال ما يلفوا على أو يتحركوا في كل الدور. إذا الموضوع محتاج مشاركة مجتمعية، محتاج إن المجتمع المدني يدخل في هذا المضمار ويبتدي يشارك جنبا إلى جنب الحكومة. أتمنى يكون معايا اتصال فيما يخص الأطفال في دور الأحداث وأطفال الشوارع. يعني سيادة الرئيس قاموا بتعديل وضع قانون وتعديل في الجزئية الخاصة بتصنيف أو وصف اليتيم، فوضع فيها جانب مهم جدا وهو حتى أطفال الشوارع بيدخلوا ضمن هذا المضمار، وبالتالي أصبحت لدور الرعاية يعني اهتمام آخر. فمعنا دلوقتي أستاذ محمد السيد مدير دار التربية للبنين في البرنامج القومي لحماية أطفال وكبار بلا مأوى. أهلا وسهلا بك أستاذ محمد. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضراتكم. اهلا وسهلا بحضرتك. بعد صدور قانون رقم 15 ل 2015 بتعديل بعض احكام القانون الخاص بالضمان الاجتماعي، ودخل فيها اطفال الشوارع ومجهولي الهويه كاطفال ايتام. الدور اللي بتقوم بيه حضرتك دلوقتي كمسؤول عن دار التربيه للبنين في التعامل مع هذه الفئه، الاطفال اللي كانوا في الشوارع بيتعاملوا بعشوائيه عايشين حياتهم بدون نظام، فجاه بتتحول حياتهم لدار وبيبتدي الدار تتعامل معهم بنظام وبتخصص اكتر. حضرتك ممكن اشرح لنا هذه الصوره؟ والله يا فندم احنا مبدئيا جرينا جميع المفاهيم الاجتماعيه والنفسيه علشان نقدر نوصل بشكل كويس لحالة الولاد اللي عانوا كتير في الشارع. فكان اسمهم سابقا أطفال الشوارع. المفهوم ده اتغير بقى أطفال بلا مأوى. بالإضافة إلى إن الولاد ديت علشان عانوا كتير وتعرضوا لإساءات نفسية وجسدية طبعا. فبنقدر بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال بروتوكول مع صندوق تحيا مصر قدم الدعم الفني من مستلزمات التشغيل وادوات تشغيل وسد العجز الوظيفي للمؤسسات او دور الرعايه الاجتماعيه. تمام. فقدم عندنا هيكل وظيفي من اخصائيين نفسيين واجتماعيين. الفريق ده من مقدمي الرعايه بيقدم اوجه الرعايه الاجتماعيه والنفسيه للولاد الموجودين عندنا اللي هم اطفال بلا مأوى. تمام. كانت الفكره بتبدا عندنا ازاي هنجذب الولاد دول من الشارع. فبدانا او الحكومه المصريه بدات تفكر بعد دراسات مستفيضه طبعا ان هي توفر وحدات متنقله تجوب الشوارع والميادين اللي داخل محافظات جمهوريه مصر العربيه. بتبدا تعمل عمليه الجذب ليهم من خلال فريق بيتكون من اخصائي اجتماعي واخصائي نفسي وحد تمريض واخصائي للنشاط والمتابعه ليهم. طبعا مش بيعمل عمليه الجذب من اول يوم او اول مقابله، ممكن تاخد الفتره من 3 ايام ل5 ايام. بعد كده بيتم جذب الحاله
لدار الرعاية عندي موجودة، بيبدأ فيه النظام موجود من خلال فريق مقدم الرعاية بالتعاون مع الأفرع اللي داخل الدار، ممثلين النشاط، الهوايات، التربية الفنية، لأن احنا بنلاقي في الولاد دي كنوز عندهم مواهب ومهارات عالية جدا. فمع مجموعة البرامج والأنشطة اللي بتستهدف المهارات الفنية بنقدر نقف على حاجات كتير منهم. الولاد دي عانت كتير جدا في الشارع لولا تدخل الحكومة في الفترة ديت، كانت هتبقى صدمة كبيرة قدام مننا. حقيقي فعلا، حقيقي فعلا. في جزئية مهمة جدا يا أستاذ محمد فيما يخص الأطفال اللي كانوا تحت، أو الأحداث اللي كانوا يعني نتيجة جرائم، نتيجة حالات مثلا سرقة، قتل، أيا كان من هذه المظاهر، الانحراف اللي حدث، الدار بتتعامل معاهم إزاي؟ والسن، ومعذره في حته مهمه جدا، يعني السن من 6 ل 18 سنه اذا ارتكب اي جريمه ما فانه بيوضع في دار لرعايه هؤلاء الاحداث. حضرتك قول لي، هل فعلا الطفل ممكن يتم التعامل معاه بشكل اجراء قانوني يلزمه بعقاب بهذا الشكل؟ تمام. احنا اولا كنا بنعاني من الالفاظ اللي حضرتك قلت عليها قبل كده، ان هي الاحداث والاحكام والحبس. مفيش الكلام ده في قانون الطفل اصلا للاسف. انما هي كلمه حكم بيقابلها حاجه اسمها تدبير. كلمه حبس بيقابلها ايداع، لان الحبس فيه سلبي من الحريه. بالظبط. تمام. فالفريق، فريق المقدم الرعايه الاجتماعيه داخل دور الرعايه، لما بيشتغل مع الحالات الولاد الجانحين او المعرضين للخطر، ايوه، بيشتغل من خلال برنامج يومي ثابت في الدار الرعايه. في دور الرعايه عندنا على مستوى جمهوريه مصر العربيه، انا احب اتكلم عن الشرقيه عموما لان بخدم محافظه الشرقيه والقليوبيه، ايوه، عندي اقسام تعليميه داخليه، وعندي المرونه والسماح بالتعليم الخارجي لحد جامعه، وعندي أقسام مهنية متمثلة في ورش النجارة، ورش الدهانات، ورش اللحام، الكريتال، بالإضافة إلى النقطة المضيئة اللي عندي بروتوكول مع شركة ويل مصرية للاتصالات للتضامن طبعا مع وزارة التضامن الاجتماعي، بنأهل الولاد وبنخليهم معدين إن هو ممكن يوصل لدرجة ما يعادل مهندس كهرباء. رائع جدا. تمام؟ رائع. إحنا من ضمن النقط المضيئة عندنا في خلال جائحة كورونا، بعض الولاد الجناحين اللي في قضايا جنح وجنايات من داخل محافظة الشرقية قاموا بابتكار وتطوير كابينة التعقيم الخاصة بمكافحة فيروس كورونا، وعرضنا النماذج دي في أكثر من مكان حيوي داخل محافظة الشرقية، والحمد لله بنشتغل عليها. يعني بنحاول على قد ما نقدر نغير الفكرة عند الناس، وقدرنا بكتير بشكل مباشر قوي. يعني ما مش عايز اقول لحضرتك ان احنا بقى عندنا خط انتاج رائع جدا. لا، رائع جدا. وبالاضافه طبعا ان في بعض الولاد عندهم مواهب مع مجموعه البرامج والانشطه وتدخل من القسم النفسي والقسم الاجتماعي عندي هنا. في ولاد عندي في ثانوي عام وازهري، في كليه تجاره، في اعدادي عام وازهري، في ابتدائي نفس القصه برضو. بالاضافه الى ان المدرسه المجتمعيه اللي داخل دار الرعايه ده بروتوكول مع اليونيسيف من سنه 2009. رائع، رائع جدا. استاذ محمد، كل ما قلته فهو صور مشرقه وتبعث في ارواحنا بالامل في ان شاء الله باذن الله هؤلاء الاطفال والجانحين اللي تعرضوا لظروف قاسيه في حياتهم يعني يكونوا في بكره ليهم يكون احسن ويكون افضل. اشكر حضرتك جدا استاذ محمد السيد، مدير دار التربيه للبنين في البرنامج القومي لحمايه الطفل. في لقطه ثانيه حابه اتكلم عنها، وهو ان ممكن جدا البيت، يعني في جانب خطير جدا،
البيت ممكن يكون بسبب التفكك، ممكن الأولاد يخرجوا بره البيت، وحالة التفكك ديت بتخلي الطفل يطلع للشارع. في فيديو بسيط أتمنى يعني نعرضه في ثواني، الفيديو الولد اللي تمنى إن هو يكون في دار الأيتام وسعيد جدا بوجوده فيها حتى يبتعد عن زوج أمه. يا ريت الفيديو ده يكون معانا لمدة ثواني قبل الختام. في وأمي كانت ان الوقت بيداهمنا، وواضح ان الفيديو مش هينفع ان احنا نطلعه دلوقتي، لكن اللي انا عايزه اوصله هو حاجه مهمه جدا، اننا امام مسؤوليه كبيره جدا. هذه المسؤوليه هي تجاه هؤلاء الاطفال، سواء كانوا من الايتام او من الاطفال بلا مأوى، وايضا الاطفال اللي هم تعرضوا لظروف قاسيه اودت بهم الى دخول هذه المراكز الخاصه بالاحداث. محتاجين للتعاون، محتاجين اننا نتاكد ونعلم ان هؤلاء الأطفال بعددهم الكبير هذا هم قنابل موقوتة إذا لم يتم الاهتمام بهم وتلبية طلباتهم والتعرف على مواطن الضعف والزلل في دور الأيتام ومحاولة علاجها. أشكر حضراتكم جدا، وإن شاء الله لنا حلقة تانية في هذا الموضوع. أشوفكم على خير بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.